يعد مهرجان القرية التراثية الذي تقيمه وزارة الإعلام بالتزامن مع الأعياد الوطنية يعد وجهة سياحية مهمة لمختلف الفئات العمرية، وذلك بما يحمله من إرث حضاري وموروث شعبي ليعيشوا فيها تفاصيل ذلك الزمن الجميل. وتأتي فعاليات القرية التراثية المتنوعة لتؤكد حرص مملكة البحرين على الحفاظ على التراث البحريني من خلال الفعاليات الشعبية المتنوعة الرامية إلى إحياء تراث مملكة البحرين العريق. فعاليات تراثية بامتياز تقدمها القرية التراثية ممثلة بوزارة الإعلام، استعرضت فيها جملة من الفعاليات الترفيهية المرتبطة بالتراث البحريني، جمعت فيها بين الماضي العريق والحاضر الجميل. طبعا السنة غيرنا شوي من الفعاليات اللي موجودة، استحدثنا يعني فعاليات جديدة عن السنوات اللي طافت. من ضمن الفعاليات الجديدة اللي استحدثناها اللي احنا حطينا دورات تدريبية للأطفال، هي حق فئة الأولاد وفئة البنات. طبعا الأولاد هي حطينا لهم دورات تدريبية هي فنون العرضة البحرينية، والبنات سوينا لهم فنون دورة الفنون الشعبية هي فن المرادة. وما شاء الله يعني الأجواء حلوة، يعني تحمس اليهال. القرية التراثية تلعب دور كبير، تواصل مع الجمهور، تعريفهم على صناعة الخار. طبعا في بعض الجمهور ما يدري، بس هني القرية هي دورها إن هي توصل معلومات حق الجمهور عن جميع الأشياء اللي موجودة في القرية التراثية. نحب التراث من الأول، أنا أستاذ على الأشياء من الأول، قلت اللي مال الأول مال الثاني أشياء وايد حلوة. شفنا المدرسة في الرياض الخليفية، كنا يعني عيال ندرسوا فيها، إنزين عمي كان مدير فيها سابقا، إنزين وشفنا يعني المسجد الطراب، يعني الأشياء وايد حلوة. القرية التراثية بما تضمه من برامج متنوعة وأركان مختلفة تستعرض فيها الحرف القديمة، فتقدم لزوارها تجربة غنية بتفاصيل الموروث البحريني قدمتها القرية بشكل جميل ولافت. فكل من يزورها ويتجول بين أروقتها يشعر بأن عجلة الزمن تعود به لزمن الأجداد ليعيش تفاصيل الحياة في البحرين قديماً. بجيها كل مرة أجيب عيالي، يعني أراويهم حتى المدرسة، أتذكر الكراسي والطاولات على يومنا إحنا، أقول لهم إحنا كنا هلون كنا نقعد، مو نفساتكم كرسي وطاولة. فأوديهم الحرف، أوديهم مثلا النسيج شلون يسوونه، الفخار قدامي، يعني أنا أحب الشيء الأشياء اللي أشوفها قدامي، أسمع عنها بس إن شفتها قدامي أستانس أكثر. العيال يحبون ذي الأشياء، يحبون يشوفونها، يمكن ما عاشوها فلن يوم شافوها، والأهالي يعلمونهم على هذه الشيء فيحبون يجون. تعرفوا الناس عليها إن في لا زال موجود صناعة نسيج، وعندنا تدريب وما زلنا متواصلين فيها إن شاء الله، ونجربون لين جو، بالخص الأطفال يحبون يشتغلون. يعني أنا بعد أقول لهم تعالوا اشتغلوا، عشان هم إحنا نبغيهم يحبون الشغلة أساسا، على أساس ما تندثر من عندنا. طبعا صناعة السلال تورثناها من الآباء والأجداد، لما استدعونا في قرية تراثية للمشاركة لإحياء هي صناعة السلال، لما أتينا للقرية التراثية والأبناء أتوا وشافوا أن الأشياء هذه ما زالت محافظين عليها من قبل هيئة الثقافة دعمها، واحنا كذلك يعني من صوبنا ندرب الابناء، ابنائنا ابناء القريه محافظين على هاي. اركان القريه سلطت الضوء على الكثير من التفاصيل والمعلومات الدقيقه المرتبطه بذلك الماضي العريق، فاصبحت اداه حيويه ومهمه في تعزيز مفاهيم هذا الماضي المتجدد لدى الجيل الجديد، فرصة استثنائية ليستمد الأجيال عزيمتهم من تاريخ الأجداد وتميزهم في مختلف المجالات. جمال الموروث الشعبي البحريني بأشكاله المختلفة يأخذ زوار القرية في رحلة سعيدة سمعية وبصرية فريدة من نوعها. سافر فيها الجمهور إلى زمن الأجداد ليتعرفوا على تفاصيله الجميلة والتي تعد جزءاً مهماً من تاريخ مملكتنا الغالية. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.